فإنني أعبر عن رقتي وسروري بالمشاركة من موقعي في هذا اللقاء المتميز حول قضية الكورة الوطنية، وهي قضية الصحراء المغربية، كيف ندافع عنها، كيف كما سمعتم نرافع عنها في المحافل الدولية وفي كل الجهات التي تعنى بهذا الأمر. من موقع إيماننا الراسخ والصادق بشرعية قضيتنا وسلامتها من الوجهة الشرعية والقانونية، لن أبدأ مداخلتي هذه. ثانيا لا أنسى الشكر، وجه الشكر والتقدير لجميع الأطراف التي هي ساهرة و على هذه الندوه المباركه، وخص بالذكر منها جمعيه الكراز. فكما سمعنا جميعا كان التركيز وكان الحديث في المداخله السابقه على ما يجب البدء به والاعتداد به اكثر، وهو تلك الصيغه التي دائما كانت تجمع بين الدولة المغربية وبين مكوناتها الترابية، والتي هي تقليد وعمل يعني مولود عن التاريخ الإسلامي منذ نشأته، وهو صيغة البيعة. وقد تأكد من خلالها كيف أن نحن الصحراء المغربية ليست جزءا غريبا عن المغرب، بل انها ترتبط بارتباطا يعني صلبا وقويا بموجب هذه الصيغه الشرعيه والقانونيه في مسيرها. ولكن يعني قضيه مثل هذه او قضيه مثل هذه يعني يجب مناقشتها ايضا ومقاربتها من خلال شرعيات مختلفه، بدءا بهذه الشرعيه التي ذكرت، ولكن هناك شرعية أخرى تأتي بعدها وتستمد أيضا يعني عناصر قوتها في مقاربة الموضوع، وهي الشرعية التاريخية. هي الشرعية التاريخية. فإذا قبل الدخول في صلب هذه المداخلة أمهد لها بثلاث ملاحظات ذات طبيعة عامة ومنهجية. الملاحظة الأولى وهو أنه من غرائب الترجمات التي سادت وانتشرت وأصبحت دارجة على كل لسان وكأنها أمر عادي، وهو ترجمة الاحتلال وأخذ أراضي الغير والاستيلاء على حقوقهم بكلمة استعمار. استعمار في اللغة العربية كما تعرفون هو ضد هذا الاحتلال، لأن إذا كان الاحتلال يعني يفيد هذا الأخذ من المال الغير وما يعقبه من تدمير وتجزئة وكل هذه الأشياء يعني السلبية، فالاستعمار هو استعمار، والذي استعمركم فيها يعني استعمار كلمة قرآنية صميمة، ولكن الأمر صار هكذا، فأصبح الاستعمار يعني يفيد الاحتلال ولكن ظاهره ليس كذلك. فنحن ونحن بصدد هذه المناقشة في ما يخص الشرعية التاريخية، استعمار نحن ضحية هذا الاستعمار، إذا كنا نجتمع هنا ومنذ 40 سنة وكل الأشياء التي ظهرت هنا وهنا في المغرب وخارج المغرب، خاصة في ما يصطلح عليه بالعالم الثالث، إذا كانت هذه التسمية ما زالت موجودة، فلها نصيب ولها علاقة وطيدة بواحدة من الجرائم التي وقعت في التاريخ الإنساني والتي يصطلح عليها هكذا الاستعمار وليست هي كذلك. فما من بؤرة في العالم يعني شمالا وجنوبا، خاصة شمالا وجنوبا لا أقول شرقا وغربا، يعني دول الجنوب ودول الشمال
يعني بقى توتر فيها والحروب الأهلية وحروب الحدود وحروب طوائف والمذاهب، كل هذه الفواجع للاستعمار في هذا السجن كبير جدا. وبالتالي فإننا نحن أيضا في هذا الصدد، يعني نحن في إطار هذه الجريمة الكبرى التي تسمى بالاستعمار، بمعنى ما من المعاني، وأن قضية الصحراء كنا نحن نؤكد مرات عديدة على أنها قضية محسومة بالنسبة لنا، ولكنها هي في نهاية المطاف تبقى قضية أصلها ومنبعها كان أولا هو هذا الاعتداء على الوحدة الترابية المغربية والعبث بهذه الوحدة من خلال أطراف كثيرة ومتنوعة، منها إسبانيا، منها فرنسا، منها الأشياء التي درس حول هذا الموضوع من حروب باردة وصراع بين الشرقي والغرب. من جهة أخرى أبين أو أنبه إلى أنه من الناحية المنهجية أنه ربما في الغالب الأعم يعني تمت مقاربة هذا الموضوع بشكل قد لا يكون هو الأفيد، قد لا يكون هو الأسلم، فغالبا إما بإعاز من الغير أو من الذين لا يعرفون هذا الموضوع جيدا أنه يقارب ضمن ما يسمى بالمدى الزمني القصير. المدى الزمني القصير نقصد به أنه غالبا ما نحصر مناقشة هذا الموضوع في القرن التاسع عشر أو نهاية القرن التاسع عشر، فنغوص ونضيع في جزئيات يعني تفصيلية كثيرة حينما نتحدث عن هذا المغامر أو ذلك المقابر، أنه مرة ما ويوما ما من السواحل المغربية، أقول المغربية، وأنه أقام هناك مركزا تجاريا أو قاعدة عسكرية، ونبين هل كنا هناك أم لم نكن هناك، وغالبا الآخرون يقولون لم نكن هناك، ونحن يعني نهدر الجهد لكي نؤكد لهم أن كما أن كان فلان هناك كنا أيضا نحن هناك. وهكذا نبقى ضمن هذه الدائرة الضيقة واحد دوران معين لكي نعيد بناء شرعية ما لهذه الجهة، وهي شرعية محسومة. لكي نخرج من هذا المأزق وهذا الفخ، هو فخ منهجي الحق، أن المقاربة بالنسبة للأسلم والأفيد هو أنها تتم، هي المقاربة التي يجب أن تتم وفق حجم المغرب وليس وفق حجم هذا المقام، هذا المغامر أو ذلك الرحالة الذي غرست به سفينة الماء أو حارتت كما يقولون، يعني غرقت في جهة من جهات، وادعى بعد ذلك أن لبلده حق من الحقوق، كان إنجلترا أو كان إسبانيا أو كان بلدا آخر في هذه الجهة وفي هذا الربوع المغربي، وهو أن تكون هذه المقاربة كما قلت وفق حجم المغرب الطبيعي من الناحية المجالية ومن الناحية التاريخية. بمعنى آخر أن حجم المغرب هو من ناحية مجالية وهو ليس هو المغرب الذي نعرفه اليوم، هذا جزء صغير من المغرب كان هو المغرب. وبالتالي فإن حصر هذا الكلام في هذه الجهة بالذات حول هذا الموضوع هو يعني خطأ في حق المغرب. والحجم التاريخي الزمني امتداد الزمني للمغرب ليس هو القرن التاسع عشر ولا النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حجم المغرب هو حجم 12 سنة أو أكثر إذا نحن يعني وسعنا المجال الزمني. فلذلك أقول بأن المقاربة ربما التي تكون أفيد وأنجح هو مناقشة هذا الموضوع ضمن المدى الزمني الطويل وليس المدى الزمني القصير. لهذا الاعتبار المنهجي أقول بأن استخريج أو أقف لكي نبين يعني وجاهة وصلابة هذا
هذا الشكل من اشكال التناول وفق المدى الزمني الطويل والمجال يعني الشاسع، نقول الحقائق التاريخية التالية التي تكشف عن زيف المنهج الأول، وهو أنه من المفارقات الغريبة أن كل الدول التي هي الآن تحشر أنفها في هذا الموضوع أو بلغة ربما أقل ذاك هو الفاعلة فيه والمنفعلة معه، أنه في يوم من الأيام وليس قريبا وإنما بعيدا جدا أن هذه الدول كلها لم تكن موجودة. تصوروا أن الدول الآن مثلا إسبانيا أو نضيف إليها يعني هكذا البرتغال، ولكن نركز على الجزائر ونركز على موريتانيا، والتي تريد أن تكون وهي ليست كائنة يعني الكيان الوهمي، أن هذه الدول لم تكن موجودة في زمن من الأزمنة، لم تكن أبدا موجودة، لا واحدة منها موجودة، ولكن الذي كان يوجد والذي كان الفاعل الوحيد والصانع الوحيد لتاريخ هذه المنطقة برمتها هو المغرب. إسبانيا لم تكن موجودة إلى حدود 1492، ما كانت هناك بلد اسمه إسبانيا، وما كان هناك بلد اسمه البرتغال بالمعنى الحصري السياسي القانوني الكريم، وما كانت هناك أو كان هناك بلد اسمه الجزائر، كانت إيالة الجزائر أو شيء آخر قبلها قبل 1518 أو 19 حتى عندما فتحت يعني الدولة العثمانية الجزائر وجعلتها إيالة عثمانية، وموريتانيا لم تكن موجودة أصلا، أدخلش في هذا الموضوع، ولكن حتى موريتانيا لم تكن موجودة، والذي كان موجودا هو المغرب، هو صاحب هذه المنطقة. نعم وقعت تطورات عادية طبيعية، أن إسبانيا أصبحت هي إسبانيا والبرتغال أصبحت هي البرتغال، والجزائر مع 1962 أو 63 أصبحت هي الجزائر، وموريتانيا بعد ذلك إذا أصبحت هي موريتانيا. لكن يبقى هذا السبق المغربي، هذا المعطى الأول الذي هو المغرب، ويبقى في النتيجة الثانية هو أن هذه الدول كلها بأربعتها أو خمس هذه الدول كلها نشأت وكبرت وتوسعت. كلها كبرت، هي لم تكن موجودة أصلا، ولكن عندما وجدت على حساب المغرب، من صلب المغرب خرجت الدولة الإسبانية، ومن صلبها خرجت البرتغال، ولكن من صلبها أيضا كبرت وترعرعت وأصبحت هي الجزائر التي نعرفها الآن. الجزائر التي نعرفها الآن ليس صناعة جزائر، هذا التاريخ، تاريخ جاء رحمة ربما ببعض الدول إن كانت فيه رحمة، وجاء شرا مستطيرا بالنسبة لعدد من الدول. المغرب المغرب هو البلد الوحيد الذي لم يعطيه الاستعمار شيئا، وانما اخذ منه كل الاشياء. يعني خريطه يعني الهائله المهوله التي توجد عليها الجزائر الان هي خريطه فرنسيه، لا فضل لجزائر فيها. من اين اخذت؟ كيف جاءت؟ اغلبها وبعضها وجزء كبير منها جاء على حساب المغرب. فاذا هذه الدول وكذلك اشياء اخرى التي تعرفونها، هذه الدول كلها أخذت ونشأت وكبرت وأصبحت هي الدول التي نعرفها الآن على حساب المغرب، حركة استرداد المسيحية التي تعرفونها، حركة استرداد يعني استرداد أرض كانت ربما لجهات أخرى، ثم الغزو البرتغالي والإسباني، سبتان ليا المراكز الساحلية كلها، استعمار فرنسي الذي قطع المغرب إلى قسمين شمال وجنوب إلى غير ذلك، والحرب الباردة التي جاءت لتقوم أيضا بصناعة أخرى وتحتضن ولادة أخرى، هي أيضا تندرج ضمن هذه السلسلة من الإنشاءات الجديدة التي تتم دائما على حساب المغرب. أين كان المغرب خلال هذه المدة؟ خلال هذه المدة قبل وبعد نشوء هذه الدول، قبل وبعد نشوء هذه الدول المغرب كان منغمسا ويعني موجودا
ينشئ الدول وينتج الدول ويصنع الدول انطلاقا من الجنوب وعلى حساب يعني الأرض التي سيوجدها فيما بعد. كان ينشئ الدول بماذا؟ ويدافع عن هذه الدول التي ينشئها من صلبه ومن داخله وباتفاق وتنسيق واندماج تام مع صحرائه، كما يقول ابن خلدون: التاريخ ينشأ في البوادي ويموت في المدن. تاريخ المغرب كان ينشأ أولا وفي غالب الأحوال ينشأ في الصحراء. دول كبرى التي عمرت المغرب والتي صنعها المغرب كلها منشأها وبدايتها من الصحراء، بدءا بالمرابطين الذين أتوا ليس فقط من الصحراء التي نعرفها بشتى أطرافها، وإنما أتى من السنغال مرابطون مؤسسو المغرب بالمعنى الإمبراطوري الكلمة بعد الأدارسة، منشأهم وبدايتهم التي بدأت في الجنوب وانتهت في الشمال وانتهت في إسبانيا، منشأها أولا في السنغال وفي بلاد شنقيط. أين هي الجزء الصغير الآن الذي نسميه بالصحراء المغربية؟ وهذه الدولة بنات المغرب وصنعت دولة كبرى في المغرب، وكانت عاصمتها ماشي هي السنغال أو موريتانيا أو جهة من جهات الصحراء، لكن هي عمق المغرب، المغرب التاريخي الذي هو مراكش. وورثها من؟ ورثها الموحدون الذين أيضا بنوا هذه الإمبراطورية الكبرى، التي كانت حدوده هي حدود باقة أي مصر الحالية، وكانت جبال بارانس في الشمال، وكانت آنذاك بين هذا وذاك كانت الصحراء الكبرى كلها، الصحراء التي ليس فقط هذه الصحراء التي تحدثوا عنها، وإنما الصحراء الكبرى، الصحراء الموجودة يعني في الشمال وموجودة في الجنوب. السعديون كذلك الذين أتوا فيما بعد، لم تحدث عن المارينيين وعن الوطاسيين، هذو كلهم بحكم يعني المولود معروف، ولكن السعديين أتوا أيضا من الجنوب وبنوا هذه الدولة التي أيضا ورثت الدول الأخرى ودالت لها الصحراء كلها، خاصة بعد حملة أحمد المنصور الدبي الذي وصل إلى ما يسمى الآن بالسودان الغربي، وورثها بعد ذلك الدولة العالمية الحالية التي أيضا نشأوا هي أولا من الجنوب المغربي من الصحراء المغربية، ولكن بعد ذلك أيضا دانت لها هذه الصحراء كلها أو جلها، والتي يعني تتجاوز بكثير الجزء الذي نتحدث عنه الآن الذي يسمى بالصحراء المغربية. ووصلت مع حملة يعني مولاي إسماعيل في وقت من الأوقات إلى جهات متوغلة فيما يسمى بالصحراء بلاد السودان والصحراء الشاسعة الواسعة التي تعرفونها بلاد مالي، بلاد الشنقيط، بلاد تنبوكتو إلى غير ذلك، حيث كانت هذه البيعات التي تحدث عنها السي أحمد الدادسي يعني سابقا، بيعات مولاي إسماعيل الذي وصل بخيله ورجله إلى هذه إلى بلاد الشنقيط إلى بلاد أخرى، وأصبحت البيعات تتوارد على المغرب، وبقيت هذه البيعات منذ ذلك التاريخ إلى بداية القرن العشرين، بقيت موجودة وبقي قياد المغاربة أو قواد المغاربة يتم تعيينهم ويتم إرسالهم من فاس إلى هذه البلدان التي كانت قد دانت للمغرب فيما يتجاوز الصحراء التي نعرفها. واستمرت هذه العلاقة وهذا البناء وهذه الشرعية تستمد من الجنوب أولا ومن الصحراء يعني في الدرجة الأولى مع حركة ماء العينين ومع ابنه وابنيه أحمد الهيبة ومربي ربو الذين أتوا من بعيد من ما يتجاوز الصحراء لكي يدافع عن المغرب ولكي يقوموا بمواجهة الفرنسيين ويدخلوا معهم في حرب يعني داروس يعني في معارك معلومة ومعروفة إلى حدود سنة 1934 بتنسيق مع السلاطين المغاربة من منطلق أن البلاد التي أتوا منها التي هي الصحراء بالمعنى الشاسع الكلمة هي بلاد مغربية، وأن الدفاع عن المغرب يعني ليس حكرا على مغاربة الشمال وإنما أيضا حتى مغاربة الجنوب فيما يترجم على أرض الواقع هذه العلاقة العضوية المتكاملة بين جنوب المغرب بصحرائه كلها وبين الشمال المغرب إلى عهد قريب جدا إلى سنة 1934 وفيما بعد يعني ذلك.
مما يؤكد هذه العلاقة إذن أن الجزائر لحد الآن يعني رغم يعني احتضانها لهذا الكيان الوهمي ورغم دفاعها المستميت عنه فإنها لم تقل أبدا يوما من الأيام أنها مطالب أن لها مطالب في الصحراء المغربية وأنها يعني هي يعني طرف آخر لها علاقة مع هذا الكيان ولكن لا 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 مطالب لها في التراب المغربي. ومما يؤكد كذلك هذا الوجود يعني الوثيق بين الشمال المغرب بين صحرائه وبين الشمال المغرب في إطار الوحدة الوطنية هو أن هؤلاء الذين يطالبون وما زالوا يطالبون فيما يسمى بحركة البوليزاريو أنهم ما زالوا لحد الآن يعني خاصة عقلاؤهم الذين يعني خرجوا من هذه البوتقة وعادوا إلى المغرب أنهم يقررون مرة تلو الأخرى أنهم أولا وقبل كل شيء كانت حركتهم تنبع من كون أن هذه الجهة هي جهة مغربية وأن يجب تحريرها وإخراج إسبان منها بالتنسيق والتعاون بين السلطة المركزية المغربية لأن كان هذا هو الوضع الطبيعي. ما كانت هناك جهة أين هي الجزائر من هذا الموضوع وأين هي موريتانيا من هذا الموضوع وأين هي ليبيا التي يعني تدخلت في المرة الأولى من هذا الموضوع. كان دائما الهدف هو أن هذه البلاد هي محتلة من طرف يعني قوة أجنبية هي إسبان وأن هذه البلاد يجب أن تعود إلى أصلها ووطنها وأن هذا الأصل وهذا الوطن هو السلطة المركزية المغربية فيما يسمى بالمغرب الحالي. هذا هو الكلام الذي قاله وما زال يقوله أقول عقلاء الجزائر وخاصة من ينضوي الآن وأنتم تسمعون هذا وكان هذا في هذه الأرض يعني في بلاد يعني يتفادوا كريم الله من قال بهذه المقولة بأننا نحن يعني كان هدفنا أولا هو أن نعود إلى وطننا الأصلي وأن ما وقع هو نتيجة يعني أخطاء ربما معينة وقعت من هذه الجهة وتلك الجهة ومزايدات ومراهنات وخاصة ونحن كنا آنذاك في بداية السبعينات وقبلها بقليل كنا في إطار ما يسمى بالحرب الباردة التي أيضا كما قلت سابقا حاولت أن تنشئ بطريقتها كما حاول الاستعمار قبل ذلك دولا بطريقتها وبفلسفتها ولو كانت هذه الدول غير موجودة أصلا ما دام أن هذه الدولة التي ستأتي في يوم من الأيام أنها ستخدم مصالحها الإيديولوجية بشكل يعني حصري. وخير دليل على هذا هو الحركة التي قادها يعني الزعيم الصحراوي المغربي الذي هو يعني سيدي محمد بن إبراهيم البصيري الذي عندما يعني نضجت فكرة يعني الحركة الوطنية هناك وكانت يعني تريد أن تحرر هذه البلاد من إسبانيا أنه سعى هذا السعي في إطار الوحدة الوطنية المغربية وهذا أمر يعني معروف لدى الجميع. إذن في خلاصة الأمر ماذا نقول؟ نقول أن علاقة المغرب بصحرائه هي علاقة وجودية. وجد المغرب عندما وجدت الصحراء وكانت الصحراء عندما كان المغرب فهناك ترابط وهناك يعني التحام بين الطرفين. لا يمكن تصور المغرب بدون صحرائه ولا يمكن تصور الصحراء بمعنى المغارب المغربي الكريمة بدون وجود المغرب. هذه وحدة يعني وجودية وحدة كلية شاملة متكاملة بالمعنى التاريخي والشرعي والقانوني وأنه الكلام الآخر في الجزئيات وفي هذا التفاصيل التي تضع فيها الحقائق التاريخية إنما هو نوع من تدوين ونوع من تعوين لهذه الحقائق التاريخية الكبرى. لذلك لا نحتاج حتى وإن كنا نعتز ونفتخر بأن محكمة العدل الدولية أقرت بهذه الحقائق التاريخية الكبرى عندما قالت بأن الصحراء لم تكن أبدا في يوم من الأيام أرض الخلاء وأنها كانت يعني عامرة بقبائل يعني صحراوية وأن هذه القبائل الصحراوية تربطها بالمغرب علاقة يعني بيعة وعلاقة ولاء منذ أقدم المراحل التاريخية. هذا الأمر نفتخر به ونعتبره أيضا شرعية أخرى دولية إضافة إلى الشرعية الأخرى
ولكن الحقائق حقائق التاريخ يعني تعفينا وتؤكد لنا وتجعل ضميرنا مستريح لأن هذه الجهة هي جزء صميم من المغرب منذ يعني فترة بعيدة. والحق كما قلت أن ما شهدت به الأعداء عندما تقول الجزائر أن هذه الأرض أنا بريئة منها وأنا لا علاقة لي بها وربما تكون هناك مشكلة أخرى لكن لا مطالب تاريخية لي بها وما يقوله أيضا هؤلاء الذين يجهدون في الصحراء في الجهة الأخرى من الصحراء والذين يطالبون بما يطالبون هم أيضا كانوا دائما يحرصون على أن يعودوا إلى وطنهم وأن يؤلفوا مرة أخرى هذه الوحدة الوطنية التاريخية كما كانت موجودة في السابق. وهذه هذا الكلام تؤكده أيضا كما قلت سابقا في الوقت الحالي وما زال تؤكده ستؤكده أكثر في السنوات في الأيام القادمة هذه الجماعات وهذه الشخصيات المؤثرة التي بنت هذا الكيان الوطني التي كانت هي الأصل في اندلاعه وفي وجوده والتي هي الآن وهي المؤسسة تعود إلى المغرب وتعود إلى أرضها وإلى وطنها وتؤكد أن لولا وقوع بعض الهفوات وبعض الأخطاء أن الهدف الأول والأخير لهذه الحركة التي ظهرت في الصحراء والتي أيدها المغرب واحتضنها المغرب أن هدفها الأول كان هو العودة إلى المغرب وإعادة صحيح التاريخ وإعادة مسار إلى يعني وجهته الطبيعية وأن ظروفا معينة وربما أشياء وقعت في طريق معينة هي التي جعلت هذا المسار يأخذ يعني جهة أخرى وانحرافا معينا وبالتالي تعقدت هذه الأمور بشكل ما من الأشكال حتى صارت على ما صارت عليه وإلا فهذه الصحراء هي صحراء مغربية يعني في البداية والنهاية وأن الوضع الطبيعي هو أن تكون يعني داخل المغرب وأننا الآن هنا في هذا المحفل في هذه المناسبة يعني نؤيد هذا الاتجاه وهذا الواقع الذي تؤكده الشرعية الدينية والشرعية التاريخية والشرعية الدولية والشرعية الواقعية فكما قال جلالة الملك حسن الثاني رحمه الله المغرب في صحرائه التي كان دائما فيها وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا.